عرب محمد عبدو في روتانا خليجية، روتانا لها صور خاصة لفنان العرب بعد خروجه أو من باريس تحديد، عشان يكون الكلام دقيق. الفقرة التالية هي خاصة بالكامل لفنان العرب. أطل فشدا وشدا فأبدع، وأبدع فانهمر كالماء العذب. عقود من الزمن ونحن نقتات ابتساماتنا ونزين مشاعرنا ونتغنى بوطننا ونستمتع بأحلامنا من خلال صوته الأسطوري، فأصبح واجهة ورقما ثابتا في ثقافتنا اليومية. سكن أرواحنا عبر مساحات صوته الشجي، فغدا صوته وطنا يغني لوطن، وحقيقة أجمل من الحلم، وحلما نعيشه في كل يوم من أجل غد أفضل. سفير حملت موسيقاه أوراق اعتماده برونق كلمة حالمة ولحن خلود منفرد وصوت قادم من حيث السحاب. هكذا يشعرك دوما أنه من مناطق السحاب. كم غنى لوطنه غناء العاشق لمعشوقته، وكم ابتهل بصوته بقلب رجل مؤمن، وكم تغنى العشاق بروائعه فأضحى دستورا لكل قلب نابض بالحب الصادق. غنى للوطن، غنى للحب، غنى للإنسانية، غنى لكل شيء جميل، غنى للتاريخ فأضحى تاريخا حقيقيا اسمه محمد عبده. يجيد الرحيل بنا إلى عوالمه المذهلة، ونجيد جميعا كسر رتابة الحياة حين يشدو فنان العرب. يرسم بريشة إبداعه ابتسامة بيضاء لا يجيدها إلا هو، يختزل كل الخارطة العربية بأداء يبعثرنا عبر سلطنة مواله، ليجمع ما تبقى من رحلة الشتات في آهات رجل لا يغني إلا بإحساس تماما حين يبتسم أو يتحدث أو يتأمل. محمد عبده فنان العرب، أبو نورة، أسطورة الأغنية العربية والخليجية والسعودية. ألمك يؤلمنا، عارضك الصحي أحزننا، ودعواتنا القلبية الصادقة تسبقنا للخالق الشافي والرب المعافي بأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، لتعود كما عهدناك إنسانا بمواصفات أسطورة، ويعود معك الحلم الجميل، وتعود بعودتك الحياة التي اعتدنا عليها ونحن نستمع لقامة اسمها محمد عبد. يعني بعد الحادث اللي صار للأستاذ محمد عبده من بعد عودته من السفر، وأدى إلى جلطات بالدماغ، يعني 3 جلطات بالدماغ، وضع بالعناية الفائقة 4 أيام، وبعدين خرج من العناية الفائقة وتم العلاج، واليوم فينا نقول الحمد لله صحته مستقرة لبل جيدة جدا، وكان خروجه اليوم من المستشفى بعد 25 يوم.
تمت معالجة الجلطات وبعض المشاكل القلب يلي حصلت ومشاكل الرئة يلي حصلت نتيجة هالجلطات، واليوم فينا نقول انه خرج من المستشفى وهو فرح جدا، وتمنى علي اني حييله كل الاصدقاء والاقارب والاصحاب والجمهور يلي ما بخلوا عليه ابدا قطعيا خلال فترة اقامته بالمستشفى من اتصالات واستعلامات وحتى اتصالات بالاطباء للاستعلام عن صحته. وفيني بدوري كطبيب تبعته من البداية اليوم اني اطمن انه صحته مستقرة جدا جدا، بحاجة الى كم يوم من الراحة وسيستعيد نشاطه وان الله راد باسرع وقت ممكن. يعني كل المتابعة والنصايح الطبية اعطيت له وهو على بينة من كل هالامور، وحينفذ إذا كان هالشي بناسبه كل التوصيات يلي أعطينا إياها ويلي الأطباء بالمستشفى أعطوا إياها. والله الحمد لله إحنا طبعا جينا بقريس نطمن على صحة الفنان محمد عبده، ولله الحمد صحته جيدة جدا، واليوم الحمد لله خرج من المستشفى سالما معافى، وأقدر أقول هذه أزمة وعدت بفضل طبعا رب العالمين ودعوات الناس المحبة للفنان محمد عبده، والحمد لله اطمئنين عليه وهو بصحة وسلامة. والله شوف أمانة يعني أقدر أقول لك كل الوطن العربي كان يسعى عن الفنان محمد عبده، لأنه بالأخير فنان محمد عبده فنان كبير وجمهوره له حق عليه أن يطمن على صحته. ولا شك يعني محمد يعني صديق قبل ما يكون فنان روتانا، يعني فاحنا نطمئن عليه كصديق وكمحبين لهذا الرجل. والحمد لله يعني أزمة وعدت هو بصحة وعافية. والله ما نفكر بهالشيء قد ما نفكر بأنه هو يكون بصحة وسلامة ويرتاح أكثر وأكثر إن شاء الله. والله العظيم إذا في خبر، أنا أتكلم عني أنا شخصيا، إذا في خبر سعيد اليوم هو خبر خروج الفنان العرب محمد عبده من المستشفى. أمس إحنا قلنا إنه حديث الأستاذ سالم الهندي يقطع قول كل خطيب، أمس داخل معنا وقلنا محمد عبده بخير. هذه الصور اللي أنتم شفتوها اليوم هي صور لفنان العرب محمد عبده اليوم خاصة لروتانا خليجية، مراسل روتانا خليجية اللي تواجد في باريس اللي التقط هذه الصور. الفنان العرب محمد عبده يمشي وما شاء الله تبارك الله وبصحة، ونقول ما شاء الله تبارك الله وعسى الله يلبس ثوب الصحة والعافية. أستاذ محمد أنا أشكركم على هذا الانفراد المتميز. اثنين، أنا أشعر بفخر أنه القيادة العليا بقيادة خادم الحرمين سمو ولي العهد وبقية أصحاب السمو الملك الأمراء اتصلوا فيه، وإن كان الإعلام ككل عندنا لم يحتفي بهذه القامة، هو ليس غنائية فقط هو ثقافية محمد عبده. أنا ودي لمؤاخذة نتعلم بعض البلدان العربية كيف يحتفون بنجومهم. فمحمد عبده نجم كبير ما حنعرف قيمته إلا بعد ما نفقده لا سمح الله، وربنا يعطيه الصحة والعافية. أنا لو كنت عارف عندكم تقرير اليوم كان جبت لكم صورتين، واحدة له هو بالكمان يعزف، الثاني هو كشاف عمره 7 سنوات. فربنا يعطيه الصحة والعافية. آمين يا رب. ويتمم عليه، عنده روائع جميلة مثل يا ليل خبرني عنه المعاناة، عن أمر المعاناة، أيوه اللي عرضتوها، حبيبتي ردي سلامي للهوى عطل السلام، في الجو غيم، تاريخ آخر، ليلة ليلة اللي حلقت في السماء العربية. يعني تاريخ محمد عبده لم يكتب. هو الحمد لله أنه طمنا على فنان العرب محمد عبده، الحمد لله أنه روتانا طمنتنا عليه. محمد عبده ما هو فنان للسعودية فقط وإنما فنان للعرب كلهم. لكن أنا عندي سؤال، أنا أبغى أعرف التقرير الجميل هذا، الكلمات الجميلة اللي انكتبت، من اللي كتبها؟ هذه كتبها زميلنا الأستاذ يحيى مساوى رئيس التحرير، واضح أن كلمات واحد يعني
باين ان مرة يعني عاشق لمحمد عبده. هذا شعر منثور وهذا فعلا يعني اللي انكتب هذا كتب اديب صحيح. الحمد لله انه يحيى طبعا رئيس تحرير البرنامج يعني ايش ممكن تتوقع من رئيس تحرير البرنامج لما يبغى يكتب الحقيقه هو عبر عن محبه الجميع لهذه القامه خلوه يكتب تقارير بعد رياضيه بهذا الاسلوب ويسمعك الحين خلينا نضغط عليه بعد